السلام عليكم لزامي إخواني أخواتي أحبائي حبيباتي، ومرحبا بكم معايا في حلقة جديدة من برنامج التعلم البيانو بالدارجة. دوزنا الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، الجزء الرابع، ومرحبا بكم معايا في الجزء الخامس. كما كتعرفوا الشوفمون تاع البيانيست ما كيكونش عند غير بيانيست، كيكون عند كاع الموسيقيين. قبل ما كيطلع لاسين ولا يلعب شي اغنيه ولا يدير شي اكزرسيس ولا يلعب شي تياتر، هو الشوفمون فحالو فحال الرياضه. قبل ما كتهز الحديد خصك تشوف مو ديال العضلات، كذلك في الانسترومون قبل ما كتلعب خصك دير لشوفمون، بحال البيانيست كيدير لشوفمون، الجيتاريست كيدير لشوفمون، الفوكاليست كيدير لشوفمون. كل انسترومون عندها التقنيات باش كيديروا شوفمون ديالهم، واليوم غادي ندير لكم شوفمون تاع البيانيست. ثاني حاجه غادي ندير لكم لي تييرس ديال الماجور وديال ميدور، والثالث حاجه غادي نديرو لي زاربيش ديال لي زاكور، والرابع والاخيرا هو غادي نلعبو بالميزور ولا كلي كيقولوا ليها بالتيمبو ولا بالريتم، كومسا باش تعرفوا اشنا هو الميزور ويكون عندكم شويه ديال الريتم في الدم. يلا نمشيو التسويت. لي شوفمون ديال البيانيست كيبدا ديما بلي غام لي هما من الضو حتى السي، لا غام تاع الضو ديال غي ديال بي والرجعة بالليبنية وباليسرية. هذا الشوفمون الأولاني. الشوفمون التالي كالتالي، بالكوشية حتى هي غادا. هاد لي شوفمون خصهم يدارو ديما واحد نص ساعة قبل ما يبدا البيانيست يلعب ليكزيرسيس ديالو ويلعب بشي أغنية ولا يطلع لاسين. دابا غادي نديرو لا تييرس ماجور اي لا تييرس مينور. شنو هو لا تييرس ماجور؟ لا تييرس ماجور هي باغ اكزومبل الى لعبنا دو، لا تييرس ماجور ديالها هي البي، ولا تييرس مينور ديالها هي اللي كنهبطو بان دومي طون كتولي مي بيمول. هادي هي لا تييرس مينور. الى لعبنا دابا غي، لا تييرس ديالها ماجور هي فا دياز، ولا تييرس مينور ديالها كنهبطو بان دومي طون كتولي هي الفا. دابا مشيو لبي، لا تييرس ماجور ديال بي هي سول دياز، ولا تييرس مينور هي سول. دابا الفا، لا تييرس ماجور ديال فا هي لا، ولا تييرس ديال المينور هي سول دياز. سول، لا تييرس ماجور ديال سول هي سي، اي بيان سور المينور ديالها هي سي بيمول. لا، لا تييرس ديال لا ماجور هي دو دياز،
لا مينور لا تيرس تاعها هي دو سي. لا تيرس ماجور ديال سي هي ري دياز و لا تيرس تاع سي مينور هي ري. ديكترا لعبنا لي زاربيج ديال ميلوديك. دابا غادي نلعبو لي زاربيج ديال لي زاكور. ان اكزومبل هذا سي ان اربيج داكور. كيفاش كيتلعب؟ سهل. وغادي الوغ دو بالبوس، لا تيرس مي بالتروازيام، اي لا كانت سول بالسيكيام. كنمشيو ديريكتومون للصبع الاولاني، هنا كنلوحو لو دوزيام اي لو سيكيام. كنمشيو كنلوحو الاول والتروازيام اي لو سيكيام. الاول تروازيام سيكيام، الاول دوزيام سيكيام. كتبقاو تعاودوها بزاف حتى توليو تزربيو فيها. بالكوشيه لا ميم شوز. دابا غادي ندخلو واحد شي شويه ديال الريتميك. الريتميك كاين لا روند، كاين لا بلونش، كاين لا نوار، كاين لا كروش، وكاين دوبل كروش، كاين تريبل كروش. وغادا دونك حنا غادي نبقاو غير في لا روند لا بلونش لا نوار اي لا كروش. سكي في كيكون 1 2 3 et 4 1 2 3 et 4. هذا لو ميزور 4 سور 4، 4 على 4. علاش؟ حيت كنسميو 1 2 3 4. 1 2 3 4. الى عندكم شي اورغ في البواطا ريتم غادي تخدموا الريتم بوحدو وتلعبوا عليه. الى ما عندكمش بواطا ريتم غادي يكون عندكم مترونوم. الى ما عندكمش مترونوم حاولوا تيليشارجيو. انا غنخلي لكم هذا المترونوم، هذا راه مزيان وفيه بزاف تاع لي زوبسيون باش تخدموا المترونوم وتمشيو معاه. انا عندي مترونوم في البيانو غادي ديرو تيمبو 60 وغنطلقوا وغنسمعكم شنو هي لا روند 2 3 4. لا بلونش كتقسمهم كيكونوا فيها جوج تاع لي روند 1 2 3 4 1 2 3 4. دونك كنلعبوا دو فوا 1 2 3 4، يعني لا روند مقسومه على جوج كتعطيك بلونش. لا نوار هي كتقسم لا بلونش على 4 1 2 3 4. دوبل كروش واخا ما غنديرهاش لكم في هذه الحلقه ولكن غنوريها لكم 1 2 3 4 1
3 et 4 واخا نرجعو لا غوند الى طلقنا دابا مترونوم ولعبو اكور دو ماجور لا غوند دابا غادي نلعبو لاكور دو ماجور بلا بلونش 1 2 3 et 4 1 2 3 et 4 دو بلا بلونش لعبنا دو فوا كنضربو جوج خطرات لا نواغ غادا تضرب 4 خطرات سيداتي وسادتي عزيزي عزيزاتي كنتمنى لكم تكونوا استفدتوا معايا مزيان وتكونوا خدمتوا معايا مزيان وخاصكم تخدموا على الاقل واحد ساعة في النهار سيرتو دابا ما كاين ميدار عطاو لاطاك باش نمشي لكم الحلقة السادسة والحلقة السادسة غتكون واحد شي شوية مسحرة يلا نخليكم ان شاء الله الى الحلقة الجاية تهلاو ليا فراسكم ومع السلامة